تيزيوس. ملاحة حسين داي كسراوي قندوز رقم 2 صفصافي رقم 3 زرابي رقم 4 مرزقان رقم 5 خديس رقم 6 العزازي رقم 7 فرقاني رقم 8 أيد الحسين قلب الهجوم رقم 10 قنون ورقم 11 ماجر. مدرب الفريق السيد عبد القادر ويساعد وتشكيلة إلكترونيك تيزي وزو في حراسة المرمى سرباح رقم 2 لارباس رقم 3 مغريسي رقم 4 حفاف رقم 5 عبود رقم 6 بوقادوم رقم 7 عمري رقم 8 باريس رقم 9 عويس رقم 10 بحبوح. في حراسة المرمى بالنسبة لملاحة حسين داي كسراوي هاد الكهرباء بفضل من اليمين الى اليسار بالنسبه للشاشه فريق جمعيه الكترونيك تيزي وزو في الهجوم الان مع ذوذي ما يوفقش في تمريرته كثير كالعاده لارباس المدافع الايمن لجمعيه الكترونيك تيزي وزو. لارباس دائما تسويبه قويه عويس ترجع الى عمري وهدف تم هدف رائع قذفة قوية نشوف الإعادة من 18 متر. مرس قرينة تمس فتشة قنون قنون حاول يوجد فعلا الهدف لا الهدف فعلا هدف التعادل حقيقة هدف مباغت هدف كنا ننتظر لكن مش في هذه الفرصة فرصة اللي كانت مباغتة بحيث أيد حسين ما كانش ينتظر في الكرة ونشوف الإعادة على جناح ملاحة حسين داي مع عبد القادر مدرب ومساعده كلام لاعب دولي. الصعوبة وهو في لياقة بدنية حسنة بحيث يرقب اللعب كما ينبغي. هذه فلتة من ماجر لوجه لوجه يسجل فعلا يسجل هدف ثاني ماجر. كل الدفاع كان ينتظر في ماجر ما كانوش يتصوروا هذه المراوغات حيث نشوف هرب من عبود قلب الدفاع اتقدم بكل سهولة ويسجل إباغة سرباح وحفف وعبود رائع ماجر في هذا الهدف وهذا في الدقيقة 13. مرزقان الشاب اللي يقوم بدور بارز في هذه المقابلة يقطع الميدان ذهابا وإيابا نظن يتسلل فعلا ويسجل لا ما يسجلش غريب غريب مرزقان انطلق من وسط الميدان لا يلبث أن يعلن نهاية المقابلة ويعلن نهاية المقابلة وهكذا تفوز ملاحة حسين داي بالكأس وتفوز بهذا الكأس للمرة الأولى.